فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أمرين اثنين مما تفسد بهما القلوب وتمرض النفوس. أولهما قصر معرفة الله عز وجل والتعرف عليه في حال الشدة والضرورة، وهذا حال كثير من الناس الذين لا يتعرفون إلى ربهم عز وجل إلا في حال الشدة والضرورة، وهذه شعبة من شعب الشرك، ومن قامت به هذه الشعبة فقد وقع فيه مشابهة للمشركين الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا ينيبون ولا يخلصون دينهم لله رب العالمين حتى تمسهم الشدائد، فإذا مستهم الشدائد عند ذلك رجعوا إلى الله عز وجل منيبين مخلصين. أما المؤمن الكامل فهو المتعرف إلى الله عز وجل في كل حال، في السراء والضراء والعسر واليسر، وعاقبة هذا التعرف أن الله عز وجل يكلأه ويرعاه إذا وقع في كريهة أو ضر أو شر، كما وقع هذا لنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فإنه كان سبب نجاته من الضراء التي آل إليها في بطن الحوت أنه كان متعرفا إلى الله عز وجل في حال الرخاء بكثرة تسبيحه، فلما كان مسبحا لله عز وجل متعرفا إليه بذلك في حال الرخاء كان الجزاء أن الله عز وجل فرج عنه كربته. وثانيهما الترف، وهو الانغماس في الملذات من نعيم الدنيا وإن كانت حلالا، فإن العبد إذا غمس نفسه في هذه الملذات جره ذلك إلى الوقوع فيما لم يأذن به الله، ولهذا فإن من علامات المعاقبين في القرآن المعاجرين بذنوبهم أنهم غلب عليهم الترف وغرهم ما هم فيه من أمر الدنيا، فلما استووا على تلك الحال كان الجزاء أن الله عز وجل عاجلوا بعقوبتهم، وليس في الترف خير، وإنما الخير في أن يتناول الإنسان من المباحات بقدر ما تصلح به حياته، فإذا زاد تناول المباح عن القدر المأذون به فقد وقع الإنسان في الترف ولا بد أن يؤول به ذلك إلى الشر. ومن هنا كان من حكمة عمر رضي الله عنه وصائب رايه أنه لما فتحت على الناس في زمانه أبواب الدنيا من كنوز قيصر وكسرى كان يكتب إلى عماله أنت معدد واخشوشن، كما ثبت ذلك عنه عند علي بن الجعد في مسنده وغيره. ومعنى تمعدد أي يلزم حال العرب المنسوبين إلى معدي ابن عدنان، واخشوشن يعني أصيبوا من الدنيا حظا فيه خشونة، وإياكم والترف فإن الترف يورد على الإنسان الشر.